بعد تكرار التحية ويمر به النازحين بزيادة أعدادهم وبتقليل الأموال المخصصة إلى الجهات المسؤولة إلى النازحين، انعكس سلبا على تقديم خدمات للنازحين. لا يخفى على الجميع بأنه اليوم إمكانية الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب لا يستطيع أن يقدم الشيء المقبول للنازحين أو المطلوب للنازحين، لكن بنفس الوقت هناك تقصير كبير من الحكومة بعدم تخصيص هذه الأموال المخصصة للنازحين في ميزانية 2016 وإطلاقها بحجج واهية لا تغني ولا تسمن من جوع إلى هذه الشريحة، واليوم تمر بمأساة كبيرة جدا. اليوم حال النازحين إن كان في الحبانية والعمرية أو الخالدية لا يختلف عن حال النازحين في ديبقة وفي مخمور من نازحين الأنبار، ولا يختلف عن نازحي القيارة، ولا يختلف عن نازحين ديالة وصلاح الدين وحزام لكن بغداد. لكن اليوم الكل يمر، نعم، لكن ربما الأجواء تختلف من منطقة إلى أخرى. نعم الأجواء تختلف لكن المأساة هي المأساة. يعني يوم أمس كان لدينا جولة ميدانية على نازحين ديبقة ومخمور، على نازحين نينوى، وجدنا عوائل 10 أيام هي في الشمس الحارقة في هذا الوقت الصعب، ولا يوجد هناك أي في يغطيها حتى وإن كان في شجرة. هذا تقصير واضح. اليوم النازحين في هذه العراق الكبير لا يوجد لديهم أرض مخصصة لنصب الخيم، وهذه علامة استفهام كبيرة وهذا تقصير كبير. كذلك الحكومة تقصيرها كبير باتجاه عدم عودة النازحين إلى المناطق المحررة منذ أكثر من سنتين، هذا انعكس سلبا على تقديم خدمات للنازحين الجدد. وكذلك عدم قيام الحكومة بمؤتمر للدول المانحة لجلب أموال إلى النازحين، هذا انعكس سلبا على تقديم الخدمات من قبل منظمات المجتمع الدولي. وكما يعلم الجميع أن منظمات المجتمع الدولي الفقرة الرئيسية والأساسية لإسناد الملف الإنساني للنازحين. أنا أعتقد أنه آن الأوان لصرخة كبيرة ودقنا قوس الخطر أمام أرواح النازحين المعرضة إلى الهلاك، وهناك إبادة للنازحين إن لم تكن هناك خطوة جريئة من الحكومة بإعلان استنفار لجميع مؤسسات الدولة، جميع منظمات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، لكي يكون أسوة باستنفار الأجهزة الأمنية ضد داعش. اليوم النازحين في وادي والحكومة في وادي آخر لحد هذه اللحظة. طيب هل هناك إمكانية للتنسيق بين وزارة الهجرة والمؤسسات الساندة وبين مثلا منظمات دولية وإغاثية لإنشاء مراكز صحية متنقلة في مخيمات النازحين لحصر تفشي الأمراض الجلدية ومنع تناميها على أقل تقدير؟ سيدي الكريم، بالنسبة للتنسيق نحن بالمباشر نتابع مع وزارة الهجرة مع اللجنة العليا للإغاثة والنازحين التنسيق مع المؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، لكن هناك تقصير كبير في الأموال المخصصة. وكذلك هناك بعض الوزارات ومنها وزارة الصحة وبعض الوزارات الأخرى المعنية في شأن النازحين لا تكترث لهذا الأمر، لا يوجد لديها بصمة، هذا انعكس سلبا على حال المواطنين. أخي الكريم، أنا أتكلم بكل صراحة، إذا ما استمر الوضع على هذا الشاكلة في زيادة عدد النازحين، عدم تقديم خدمات، عدم وجود أموال للنازحين، نحن أمام كارثة كبيرة لا سمح الله تقع على أرواح المواطنين النازحين الهاربين من داعش، وكأنها هي عقوبة. اليوم أنا أتكلم مع الحكومة من خلال منبركم الكريم، لماذا لم تعود المناطق عود النازح إلى المناطق المحررة لأكثر من سنتين في صلاح الدين، في ديالة، في حزام بغداد، في جرف الصخر، لكي يقلل العبء على الجهات المسؤولة لإغاثة النازحين؟ كذلك لماذا لم يقام هناك مؤتمرات دولية لجلب أموال النازحين؟ أنا أعتقد الحكومة في واد والنازحين في وادي آخر في هذا الظرف الصعب. أنا أعلن من خلالكم هناك انذار خطر، دقنا قوس الخطر على حياة المواطنين، وهناك إبادة على النازحين إن لم تكون هناك خطوات عملية لتوفير الأموال والعمل على استنفار جميع الجهات والمؤسسات. لربما الخطر لا يقتصر فقط على النازح، لربما هناك أمراض ستكون موجودة داخل مخيمات النازحين لربما تتفشى إلى حتى غير النازحين. سيادة النائب، كيف تقيمون حجم الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الهجرة لاستقبال الأسر النازحة من مناطق القتال، خاصة مع قرب البدء بالصفحة الثانية لتحرير مدينة الموصل؟ على حجم الإمكانيات المتوفرة لهم وعلى حجم الأموال المخصصة لهم تحضيراتها مقبولة بمستوى المقبول، لكن ليس بالمستوى المطلوب، بمستوى المقبول. لكن أشير إلى أمر ألفت إليه نظر
مشاهدين قناتكم الكريمة بأنه خصصت في ميزات 2016 أموال 3% تستقطع من راتب المواطن، وهذا استحقاق، تستقطع من راتب المواطن 60% منها إلى الحشد و 40% منها للنازحين. هل يعقل أنه نحن اليوم في نهاية شهر السابع أي بداية شهر الثامن ولحد هذه اللحظة لم تطلق هذه الأموال من وزارة المالية إلى الجهات المختصة لإعطاها للنازحين؟ أنا أعتقد أن هناك تقصير كبير. صح نسمع بالإعلام أن هناك وقفة، هناك أموال خصصت للنازحين، لكن لحد هذه اللحظة لم تلتمس هذه الأموال بشكل صحيح. أما بالنسبة للمحافظات، هناك بعض الأموال أعطيت للمحافظات مثل نينوى ومثل الأنبار، فيها ضوابط وتعليمات على المحافظات أن تعمل جاهدة بصرف هذه الأموال إلى مكانها لاحتواء المواطنين وإنقاذ أرواحهم قبل فوات الأوان. طيب إذا تحدثنا بلغة الأرقام، ما هي حجم التخصيصات المالية المرصودة لإغاثة وإعانة النازحين؟ وهناك نتحدث عن الجانبين المالي والإنساني كتوفير السكن والاحتياجات الغذائية والطبية وإلى آخره. يعني قصدك بالأرقام تحتاج؟ نعم. بالأرقام خصصت تريليون في ميزانية 2016 إلى النازحين للإغاثة واللواء، وكذلك استقطع مبلغ 3% منه 40% من راتب المواطن إلى النازحين كدعم للنازحين، لكن لحد هذه اللحظة لم يعطى مبلغ مخصص في ميزانية 2016 إلى اللجنة العليا للإغاثة والنازحين ووزارة الهجرة. هذه كارثة إنسانية. لحد هذه اللحظة تعمل وزارة الهجرة في الأموال المخصصة في ميزانية 2015 ونحن على نهاية ميزانية 2016. ما المعرقلات التي لا تسمح بصرف هذه الأموال؟ يعني أولا إذا كان البعض يتعكز على الوضع الاقتصادي، وأنا أتكلم بكل صراحة، هذه أموال 3% استقطعت من راتب المواطن، أي هي أموال مخصصة يعني متوفرة أساسا. عدم صرفها هذا دليل واضح على عدم اكتراث الحكومة. إذن هل يدخل هذا في الجانب السياسي أم هناك فساد مالي مستشري؟ لا، هو فساد مالي عندما تطلق الأموال من وزارة المالية إلى الجهات، يعني يتابع الفساد المالي في حالة وجود فساد مالي. نعم. لكن لحد هذه لم تطلق هذه الأموال، هذا دليل على عدم اكتراث الحكومة لوضع النازحين المأساوي اللي يمرون به. نعم. اليوم كذلك وزارة الصحة وبعض الوزارات ترمي الثقل والكهل على وزارة الهجرة وهو من اختصاص عملها، مثلا وزارة الكهرباء، وزارة البلديات توفير المياه، وزارة الصحة لتوفير الأدوية. لحد هذه اللحظة لم نجد هذا الاستنفار الكبير، أسوة من الاستنفار الأمني ضد داعش. أنا أعتقد أنه الحكومة في واد والنازحين في واد آخر في هذا الظرف الصعب. أنا أحذر الحكومة وأحذر مستقبل العراق في حالة عدم الاكتراث إلى وضع النازحين، لأننا سنكون أمام مشكلة أو معضلة كبيرة أو مأساة كبيرة يمر بها شريحة لا تقل عن 4.5 ملايين نازح في هذه الفترة الحرجة والصعبة. نعم، رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية السيد رعد الدهلكي، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.